السلام عليكم. رح نعرض يا سابع الدرس الرابع اللي هو البحث عن المعلومات عبر الانترنت. احنا بنعرف ان شبكة الانترنت بتضم الملايين من المواقع اللي بتحتوي على كميات كبيرة من المعلومات، فلازم اكون اعرف كيف ابحث عن المعلومة وافضل طريقة للبحث عن المعلومة لحتى احصل عليها باقل وقت ممكن. بهذا الدرس بشرح لي لبعض الطرق اللي هي اول اشي العنوان المباشر للموقع. احنا عرفنا انه كل عنوان او كل موقع على شبكة الانترنت بيحتوي على عنوان يختلف عن الموقع الاخر اللي هو URL اختصاره باللغة الانجليزية. فللوصول للصفحة الرئيسية للموقع الالكتروني من خلال عنوانه بيتم واحد كتابة العنوان في صندوق العنوان، كتابة عنوان الموقع، ثم ضغط على مفتاح الإدخال فبتظهر لي الصفحة الرئيسية للموقع. لكن بسبب الزيادة الكبيرة لعدد المواقع في العالم فإنه مرات بيكون صعب علي أحصل على هذا العنوان للموقع الويب، فبستخدم محركات البحث. شو هو محرك البحث؟ هو مجموعة من البرامج الحاسوبية المتوافرة على بعض مواقع الانترنت والتي تمكن المستخدمين من كتابة الكلمات المعبرة عن المعلومات التي يبحثون عنها. إذن هذا تعريف محرك البحث. من أشهر محركات البحث جوجل، ياهو، والMSN. هاي هي أشهر محركات البحث اللي احنا بنستخدمها. طبعا أشهر محرك بحث احنا وأكثر محرك بحث استخداما اللي هو محرك البحث جوجل، هو من أكثر محركات البحث اللي بيتم استخدامها. طبعا كل ما استخدم محرك بحث بتختلف طريقة او بتختلف النتائج اللي بتظهر عندي عن محرك البحث الآخر. طيب للبحث عن المعلومة باستخدام محرك البحث، ألف افتح أحد محركات البحث بكتابة عنوانه في صندوق العنوان. مثلا أنا بدي استخدم محرك البحث جوجل فبكتب www.google.com، بدخل الكلمة المفتاحية اللي بدي أبحث عنها. مثلا بدي أبحث عن الجامعات فرح أكتب بصندوق البحث الجامعات، بضغط على مفتاح الإدخال إنتر فبتظهر عندي بتظهر عندي قائمة بالمواقع اللي بتحتوي على الكلمة التي نبحث عنها. بختار أحد المواقع بالنقر عليه بزر الفأرة. هاي خطوات البحث عن المعلومة باستخدام محركات البحث. الشغلة الثانية اللي بدي أحكي عنها بخصوص محركات البحث إنها بتوفر لي أدوات البحث. إيش هي أدوات البحث اللي بستفيد منها؟ إني بحسن نتائج البحث حسب نوع المعلومة اللي ببحث عنها، سواء كانت فيديو، صور، أخبار أو كتب. فمثلا بظهر هون عندي إني أنا استخدمت أداة البحث ويب. لو نقرت أنا على كلمة أدوات أو جملة أدوات البحث فبتظهر عندي مزيد من الخيارات لتصفية نتائج البحث. مثلا ممكن أختار البلد، اللغة، والوقت اللي بيتم نشر المعلومة به. فهاي بتساعدني بإني أحصل على نتائج أدق. لو أجينا لهذا الشكل بنلاحظ إنه استخدم محرك البحث جوجل الكلمة اللي استخدمها أو الموضوع اللي بدي يبحث عنه هي ساعات مايكروسوفت. أداة البحث اللي استخدمها اللي هو صور، فرح تظهر عنده زي ما بنلاحظ بالشكل جميع نتائج البحث هي صور. بهيك بيكون انتهى درسنا ويعطيكم العافية.